نتكلم عن الجينكا بايلوبا، مو الكل يسولف عنها. هذه عشبة، هذه تفيد حق منه؟ الأشخاص اللي عندهم صرع، اللي عندهم توحد، اللي ما عندهم تركيز قوي، اللي عندهم تشتت بالانتباه، الذاكرة عندهم مو قوية. هذه شنو تسوي؟ هذه توصل الدم حق كل الأطراف، يعني أي خلية مواصل لها دم أكسجين على طول، هذا شنو يسوي؟ يقوم يوسع الشرايين، يوصل الدم حق كل الأطراف. بعد فترة راح تحس التفكير غير، يعني خلها بحياتك، ما أقول لك بشكل يومي. إذا عندك من الأعراض اللي أنا ذكرتها خلها مثلا بالأسبوع 5 مرات، أما كسيفتي أساس تعزز الجسم خلها بالأسبوع مرتين. واضح؟ جينكا باي لوبا واضح، في منها أعشاب تسوي وفي منها تابلت. أنا عن نفسي محمد الغريب لا والله ما أقعد أروح المطبخ وسخن أعشاب وما أدري شنو وحوس، لا لا ما أبي، أخذ لي مكمل يحتوي على جينكا باي لوبا. أوكي يا هلا مرحبا، يا هلا مرحبا، شلونكم؟ أفضل شيء يكون على الريج، والله راح تحسون فوائد مو طبيعية. مشروب عصير الكرفس اللي هو السلري لطويل الخضر. شنو نسوي؟ نجيب لنا عودين، نقطعهم شي قطع صغار، نقطهم بالخلاط مع كوب ماي أو كوب ونص، ونعصر عليهم ليمونة. أول ما تقوم من النوم اشرب. شنو فوائده؟ يرطب الجلد يا جماعة، شفت الجلد؟ يرطب لك. زائد يوحد لنا لون البشرة، زائد مدر للبول. يعني شنو؟ يعني إذا جسمك حاب السوائل، ماكل بالليل مشاوي، داق، ربيان، المهم مسوي عفيسة، أملاح زايدة بجسمك يقوم يكسرها. وإذا كان عندك يورك أسد مرتفع، هذا يكون مشروبك الأساسي. عندك مشكلة بالأملاح؟ صبح وليل. ما عندك مشكلة؟ تبي بشرة حلوة وصحة زينة؟ خلى الصبح الريج أول ما تقوم من النوم، بعدها راح تشوف بشرتك كلها تتغير.